بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم ضمن منافسات هذا السباق المحلي الثاني وثالث أيام هذا السباق المحلي الثاني. اليوم يوم اللقايا وأشواطنا عددها 30 شوط، هذا هو الشوط الأول الرئيسي يستعد للانطلاقة في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر ديسمبر لعام 2023، وينطلق على الهواء مباشرة وعلى بركة الله وحفظه هذا الشوط الأول الرئيسي. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، على بركة الله وحفظه تمت انطلاقة أول أشواط اللقاية، أقوى أشواط اللقاية، نقوة وخيرة أشواط اللقاية للأشواط العامة لهجن أبناء القبائل وشعاراتهم الحاضرة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاركين، بكل الحاضرين معنا في هذا السباق المحلي الثاني. مثل ما ذكرت قبل قليل 30 شوط، هذا هو أول أشواط الصباح وأقواها على الإطلاق لسن البكار ولفئة البكار. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول صدى لسالم بن زيد بن نديله على مقدمة الشوط. على المركز الأول تنطلق صدى تحلق بالصدارة بمقدمة الشوط بهذا التقدم الممتاز للغاية. ننتقل للمركز الثاني ومن تتسلل بدورها وتقتحم المركز الثاني تصل النواعس، تعود ملكيتها لمذكر بن مسفر، مذكر بن مسفر القرشي على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث تصل فيه روعة لحمد بن هيان بن سالم العامري، تحتل المركز الثالث ناخذ المركز الرابع. اللي وصلت على المركز الرابع وضوح جابر بن سالم بن جابر بن جبران على المركز الثالث، وتليها على المركز الرابع في شوط رئيسي، في شوط ايضا يطمح ويطمع له المضمرين. الشهامة تصل في المركز الخامس، تعود ملكيتها لمهنا بمحمد بن ضابط الضابط الدوسري على المركز الخامس، وحصل دخول على المركز الخامس وانتقلت الى الرابع. وصلت ثناء، ثناء لبجاش بن سالم بن بجاش بن مجرش. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لمن رئيسي اللقايا اليوم، لمن رئيسي اللقايا، من سعيد الحظ، من سيختطف أقوى أشواط اللقايا. ما زالت المقدمة، ما زالت الصدارة مع صدى على مقدمة الشوط. أسمع صدى صوتك، أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس. هذه صدى على المركز الأول في هذه الساعة الباكرة من الفجر، تنطلق ناموس الفجر غير، ناموس الفجر غير، مثل ما قال الشاعر بن خزينة تنتهي عاد المواتر تشب أنوارها. هذا الناموس ولا فلا يا مضمرين، ناموس أقوى أشواط الصباح. صدى ما زالت مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع سالم بن زيد بن راشد بن نديلة، ولكن يا بن نديلة شعار سمحة قادم مع المركز الثاني، شعار بن قريع قادم، وهذا الثنائي مذكر بن مسفر القرشي مع المركز الثاني ضيف عزيز من ميدان الطائف. مرحبا بالأشقاء، لمسات بن قريع واضحة من خلال الشعار مع المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث، من القادمة في المركز الثالث والمتسللة؟ وصلت في هذه اللحظات في أول نداء روعة لحمد بن نهيان بن سالم العامري، ضيف عاني أيضا من مدينة العين هناك في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بن جبران قادم أيضا، شعار على المركز الرابع، من الواصلة؟ المركز الرابع وصلت فيه وضوح لجابر بن سالم بن جابر بن جبران، وعلى المركز الخامس
اللي وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات ثناء لبجاش بن سالم بن مجرش آلف هيدا. ونعود إلى مقدمة الشوط. يلا 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 يا بن ديلة، يلا يا بن ديلة، راح الكثير راح الكثير وما باقي إلا القليل. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، ما زالت صدى على مقدمة الشوط، شوط رئيسي، ما زالت متسيدة لأقوى أشواط اللقاية. هل تنجح صدى في اختطاف رئيسي اللقاية اليوم وبالتالي تنهال السلامات إلى مالك صدى، إلى بن نديلة اللي قدمها في رئيسي اللقاية، انطلقت عبر الجهاز اللاسلكي. ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة، على هذه الاندفاعة من صدى. بن هيان قادم والقرشي قادم على المركزين الثالث والرابع، ولكن وصلت النواعس، وصلت النواعس، وصلت النواعس. القرشي أبناء ميدان الطايف مذكر بن مسفر بن حسين، القرشي يخطف رئيسي اللقاية. السلام ينتقل على الهواء مباشرة إلى ميدان العرفة، ولكن بن نهيان، بن نهيان قادم يا فاران، بن نهيان قادم يا فاران مع المركز الثاني. وصلت في هذه اللحظات وتسللت ورفعت راية التهديد. روعة، يا للروعة، شوط رئيسي، ولكن النواعس، النواعس، النواعس. هل الطايف مذكر بن مسفر بن حسين القرشي يختطف الشوط الرئيسي؟ سلام للطايف، سلام، سلام لأبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة على انتزاع النواعس لهذا الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس لمذكر بن مسفر بن حسين القرشي، وسلام يا الطايف، سلام، تهانينا أيضا لفرام بن قريع المركز الثاني. وصلت روعة، حمد بن هياب سالم العامري المركز الثالث، المركز الثالث صدى سالم بن زيد بن راشد بن نديلة، والمركز الرابع، المركز الرابع ثناء لبجاش بن سالم بن بجاش بن مجرش، والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه وضوح لجابر بن سالم بن جابر بن جبران، والنواعس تقطع المسافة في توقيت زمني مميز ينكسر حاجز الست دقائق، وسجل التوقيت 5 دقائق 55 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمذكر بن مسهر بن حسين القرشي، تهانينا موصولة لفرام بن عتيق بن قريع المركز الثاني لما قصرت روعة، قطعت المسافة في 5 دقائق 55 ثانية، 98 جزء من الثانية. التهاني والناموس لحمد بن هيام بن سالم العامري، وتصل صدى في المركز الثالث. مرحبا بهذا الوصول، 5 دقائق 57 ثانية، 26 جزء من الثانية، ما قصرت رغم إصابة المشش التي واضحة على صدى. تهانينا لسالم بن زيد بن راشد بن نديلة، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.